رمضان جاء لنا فسر قلوبنا ببشائر الرحمات والغفران. تسمو بنا الأرواح من نفحاته، نحيا بظل الأمن والإيمان. في رمضان تمضي به في طاعة أوقاتنا، بالصوم أو بتلاوة القرآن. يا تائبا لله من غفلاته، يشكو العدوى ظلمة العصيان. يا قاصدا ربا كريما، كم أتى منه القبول لتائب ندمان. الله يفرح عند توبة عبده، ويزيد بالإقبال في رمضان.